استاذه دينا تقول لنا رايها، انت برضو شايفه لا انه الراجل ممكن قلبه يسعى؟ في حالات بي بي بينفع فيها. يعني ممكن الواحد مثلا زي ما حضرتك قلتي، واحنا صغيرين غير واحنا كبار. واحنا صغيرين بيبقى الموضوع عاطفي اكتر، اللي هو لا جوزي وغيره وبتاع، لكن مع العيشه ومع الحياه احنا اصلا الناس ما بتعرفش بعض قوي، وبعدين لما بييجوا يتجوزوا بيلاقوا بيكتشفوا حاجات، فممكن يلاقوا نفسهم مش مناسبين واوريدي حصل اسره وحصل بيت وحصل. فانا لو عندي اسره وبيت وجيت في يوم من الايام لقيت جوزي قال لي ان هو بيحب واحده، فيعني حصل حقيقي؟ لا يعني كمثال ان هو لو حب واحده، فانا بالنسبه لي لو عايز يتجوزها يتجوزها واحنا بيتنا مستقر احسن مما انا ابقى غصباه وبعدها عنها. وهو لو حد دخل قلب حد هيفضل زي معالي تقول لك لا انا انفصل احسن اطلق. ماشي، بس مثلا انا شايفه في استقرار للولاد وانا برضو مشاعري ناحيته ما بقتش بالقوه بتاعت قبل يعني كده. يعني زي ما بيقولوا كده كانت دايما ايمان تقول ايه مسامحه فيه مثلا خلاص مفيش ربيع هنيئا لك يا حبيبتي. الموضوع انا بقى شويه بارت تايم لواحده ثانيه مثلاً. اوكي، على اساس ان هو زي يعني هو بكره تعاني من اللي انا عليه. انا ما بحبش اخد حد غصب، اللي هو لا اقعد وغصب عنك وقاعد وهيبقى قاعد، ولو هو خلاص مخه في حته ثانيه. انا مش عايزه اكون بحمل عليكي في الكلام، بس اسمحي لي اقول حاجه. الاستاذ حسام في وسط كلامه كده في الاول اتكلم عن اسباب اللي تخلي الراجل يفكر في زوجه ثانيه، قال اهمال منها. هنا الاستاذ حسام الاستاذ ايمن قال النديه في التعامل، وحضرتك قلت جمله مهمه قوي، قلت عاده تبقى رغبه عنده مش حب. طب احساسك النهارده، معلش ان 90 مش هقول الرقم، مش هقول احصائيه، انا مش ما عنديش حاجه رسميه. أوكي. اغلب الستات اللي بيتعرض عليها تكون زوجه تانية ما بيبقاش الموضوع حب، بيبقى عاوز يحس ان هو لسه مرغوب فيه، عنده رغبه ما تجاهها بس بيراعي ربنا. هنا الست بتبقى عارفه ده وتقبل تكون زوجه تانية؟ لا يعني صدقيني مفيش ستة لا ما بتحسش. ثواني يعني حضرتك تقصدي على الزوجة الثانية مش الأولى؟ لا يعني في حد بيبقى، معلش أنا أسفة، في أرامل، في مطلقات، في بنات نفسها مثلا عندها كارير وعندها شغل وشغلها في سفر، ليه ظروف معينة ما تنفعش ال 24 ساعة تبقى قاعدة في البيت. فممكن توافق بالبار تايم على حسب تناسب الظروف، على حسب دي. هو بيكون داخل عاوز يشبع رغبة ما داخله. دي الست اللي تقررها، يعني مثلا انا هتجوز لو انا بحبه لكن مش عشان رغبه. هو يحبني في بقى. ست ممكن تتجوز عشان رغبه، كل في ست المادة. ممكن تتجوز عشان ظروف ماديه، كل بالزبط. واحده بقى هي اللي تحدد. لكن بالزبط. الفكره موجوده، ما هي موجوده، احنا عشان كده بنطرحها النهارده. هو يعني وضع موجود على فكره، ومش نسبه ضئيله، هي نسبه كبيره ومنتشره. زوجه حقيقي.